السلام عليكم. أنا سميتي بالخير الحسين، نسكن في مدينة ورزازات. أنا مريض بمرض القلب، كنقدرش مازال نتمشى بزاف ولا ناكل ولا نشرب. السن ديالي 31 سنة، عندي بنية عندها 3 سنين، عندي بنية عندها 3 سنين. هاد المرض القلب كيطلب مني واحد الثمن كبير ما قديتش عليه، اللي هو 160 مليون. كنطلب من سيدنا المجتمع المدني والمحسنين والمحسنات يتعاونوا معايا في هاد العملية. هاد القدر ديالها كبير علينا بزاف، ما نقدروش عليه. الله يرحم لكم الوالدين ويجزيكم بخير، تعاونوا معاها كاع جميع المحسنين والمحسنات باش نجري هاد العملية، حيت الأطباء كاع كيطلبوا مني إلا ما تجرات هاد العملية ميمكنش ليا نستمر في الحياة. الله يرحم الوالدين والله لا يضيع أجر المحسنين. وأنا ديالي ما كنقدرش مازال نتمشى، ما كنقدرش نتحرك بزاف. أي مجهود درتو كيزيد يأثر فيا بزاف، لدرجة أنني كنسخف، و الحالة المادية ديالي ما كانتش شي حاجة كبيرة، حيت غير اللي جاب الله فاش كنتحركو. عندي بنية ما قدرتش نستمر معاهم في هاد العملية. كيطلبوا مني من بالنسبة للعملية كيطلبوا مني إجراء بفرنسا، حيت المغرب عندنا ما عندناش الإمكانيات، ما عندناش الناس اللي كيتبرعوا. داكشي علاش خاصني هاد العملية نجريها على برا. كنطلب من المحسنين يتعاونوا معانا ويدوا معايا واحد اليد، حيت هاد الثمن اللي كيطلبوا لينا في هاد العملية كبير علينا بزاف وكبير، ما قديناش نوفرو انا لا عائلتي، حتى العائلة غير على قد الحال. كنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا، الله يرحم لهم الوالدين. السلام عليكم، انا الاسم ديالي امينه بزاك، الزوجه ديال بالخير الحسين اللي هو مريض تقريبا هادي من 2016، عنده مشكل على مستوى القلب، العضله ديال القلب عيات ليه وطلبوا لنا انه خاصه عمليه يزرع قلب اخر في فرنسا، وطالبين لنا 160 مليون، وحنا ما عندناش هاد التكلفه هادي، يعني غاليه علينا بزاف. الوضعيه ديالنا على قد الحال، ناس بساط. وحاليا حنا متواجدين في السبيطار ديال محمد السادس في مراكش، دابا تقريبا شي 25 يوم وهو هنايا، وحاليا الحاله ديالو غادا وكتدهور كل نهار، هادا وكتدهور، ما بقاتش كما كانت في الاول. عندنا بنيه صغيره عندها 3 سنين، كنطلبوا من الله ومن المحسنين يتعاونوا معنا ويشوفوا من حال ويشوفوا من حال ديك البنيه، تعاونوا معنا في هاد الفلوس ديال العمليه اللي غاليين علينا بزاف الصراحه. ما نقدروش. عنده مشكل هو ملي مرض تقريبا ما بقاش كيقدر يتمشى، ما كيتنفش. كل نهار كنديوه للسبيطار، كل نهار خاصنا نديرلو اكسجين، يعني مرض بزاف لدرجه انه حتى النفس باش يطلع خاصو نديوه للسبيطار يدير الاكسجين عاد كيتنفس. ما بقاش، ما كيقدرش الخدمه، مش حال هادي ما بقاش خدام. لا اله الا الله محمد رسول الله. كنطلبوا دابا من المحسنين يتعاونوا معنا، الله يجازيكم بخير والله ولا يضيع اجر من عمل عملا. الله يرحم الوالدين. اليوم كنعيشوا مره اخرى حاله خطيره، حاله استعجاليه اللي كتطلب منا جميع اننا نوقفوا كاملين باش نعاونوا الحسين بالخير. الحسين بالخير اللي مريض هذه تقريبا واحد 3 سنين، كيعاني من الفشل القلبي، و 3 سنين هو كيداوى وما جابش الله تيسير، ودابا خصو عمليه ديال زراعه القلب. هو حنا دابا في محمد السادس من اجل هذه العمليه، ولكن كتعرفوا بانه المشكل اللي عندنا هو انه ما كاينش الاعضاء وخصو على وجه السرعه يمشي لفرنسا. العمليه كتكلف 160 مليون. كيف ما كان الشأن ديال العدد من المرضى اللي صيفطناهم لفرنسا بالمساعده ديالكم ديال الناس كاملين، كنطلبوا منكم مره اخرى بانكم تشوفوا من حاله السيد هذا، واللي يقدر يعاون باي ماديا معنويا مساعده دابا ضروريه، مساله انسانيه. وبصفتي رئيس الجمعيه المغربيه لزراعه القلب كنطلب منكم بانكم تساعدوا وتساندوا السي الحسين بالخير اللي فريمون محتاج ليكم، و سي تري تري اورجون الحاله ديالو ما كنظنش بانه كتخلينا نتسنى واحد 2 سيمانات ولا 3 سيمانات. الحاله ديالو باينه بانه زعما خطيره جدا. في اطار هذا العمل الانساني نبغي نخبركم بانه الحسين بالخير يعني الامانه العامه للحكومه تصرحات عطات لوتوريزاسيون الجمعيه العامه لزراعه القلب باش تجمع تبرعات الحسين بالخير من اجل العمليه. اذا هاد المساله ديال جمع تبرعات مساله قانونيه وعندنا لوتوريزاسيون ديالها. الله يجازيكم بخير. لما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.